اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. بصوا بقى، الفتره اللي جايه اللي هي يعني خلاص احنا ما شاء الله داخلين على اواخر الشتاء، الصيف دخلنا، هندخل هتلاقي الناس كلها بتبدا تحاول ترسم ابتسامه كويسه. اللي عنده بقى سنه مفقوده هيدور يعمل لها زراعه. صحيح انا في رايي ان ده لازم يحصل طول السنه، ما يبقاش سيزونال يعني، لكن الصيف له بريقه. مناسبات، انا عايز ابقى بشكلي لطيف، هخرج مجتمع كتير، خروجات كتير، عزومات كتير، يعني لازم ابتسامتي. لانه يا جماعه خلي بالكم من حاجه، الناس اللي بتفقد سنان لاي سبب ان كان، يعني في ناس بتفقد سنان في ملاكمه مثلا، في خبطات، في حادثه، ليهم حق. لكن في ناس بتفقد سنانهم نتيجه الاهمال، اما اهمال موضعي ما بيروحش لدكاتره السنان وما بيعملش كير وما بيظبطش نفسه وما بيعملش بتاع، او اهمال سيستميك. اهمال سيستميك يعني ايه؟ يعني في مرض عام في الجسم حضرتك مهمله ما بتعالجوش، سكر ما بتظبطوش، عندك مشاكل في الـ يعني الادويه ما بتاخدهاش، فالسكر اللي ما تظبطش ده اكيد هيعمل لك مشاكل في اسنانك خطيره جدا. في بعد كده تدور انت تظبط بقى اسنانك دي، بس تظبط كمان المرض اللي موجود. السكر لازم يتظبط. السنان تنطبق عليها كلمه مهمه جدا، كلمه مهمه تنسوهاش ابدا. اذا اهملت في السنان النهارده، في سنه اتنين النهارده، في مشكله واحده النهارده، بكره مش هيبقوا مشكلتين ولا ثلاثه، هيبقوا 20. هتلاقي بقى ايه؟ مش مساله سنه مفقوده، لا، ده هتلاقي السنان كلها بتتلخلخ، اللثه ملتهبه، مشاكل في ريحه الفم، اللون بدا يحصل فيه تغيرات، لانك اهملت لمجرد ان انت اهملت في زراعه سنه واحده. تعالوا ندخل في حوارنا النهاردة المثير للغاية، اللي أنا في رأيي عايز أديله عنوان اللي هو معظم النار من مستصغر الشرر. وفي مثل تاني مشهور قوي في البلاد، يعني يقول لك باب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. المشاكل اللي هتيجي من هنا أرجوك سدها، سدها بإنك تروح للدكتور. ضيفتي العزيزة واحدة من نجوم عالم طب الأسنان النهاردة موجودة، وأكيد هستمتع بالحوار معها كالعادة. النهارده ضيفتي هي الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان، صاحبه الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان، ماجستير جراحات الفم والاسنان، الاسم المتميز. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور ايمن. معظم النار من مستصغر الشرر؟ طبعا تبدا القصه، احنا بنسيب الموضوع الصغير صغير لحد لما يكبر وفي الاخر ندخل بقى في قصه كبيره. رغم ان كان ممكن نلحقها في الاول، وكان هتبقى عدد زيارات اقل وتكاليف اقل وسعاده اكتر. طيب انا هبدا معاكي بقصص، وتحكي لي بقى، يعني انا احكي لك القصه وتقولي لي ايه الحل. أوكي. ست عندها 40 سنه بتعاني، اربعينات يعني، بتعاني من تلخلخ الاسنان التحتانيه، مش عايز تعمل زراعه، لان زراعه يعني يعني هي شايفه انها هتكلفها كتير، وهي بتعتقد ان هذا التلخلخ بسبب الجير. شالت الجير، راحت شالت الجير عند متاع، فمن بعدها سنان بدات تتلخلخ، فقالت يا ريتني ما شلته. قولي لي بقى دي قصه. طيب اول حاجه نمسكها، عندها 40 سنه. 40 سنه دي صغيره، مش كبيره خالص. اول حاجه لازم نعرف سبب اللخلخه ايه. احنا لو عندنا جير، طبعا انا بعدد سنين الخبره اقول لك الجير دوت هو السبب ولا لا في اللخلخه دي، بس ألف ب وانس ان احنا عدينا ال 35 لازم نعمل كل سنه على الاقل تحليل سكر تراكمي، نعمل فيتامين دي، نعمل التحاليل العاد صوره الدم كامله، نعمل الكلام البسيط الاساسي اللي لو في اي مشكله يظهرها. لو مثلا افترضنا مثلا دي برضو سيده عندها نفس المشكله، عندها اسنان ملخلخه، منظر السنان مش احلى حاجه، تحت يمين وشمال ما فيش سنان، الفراغات، مستوى اللثه مش مظبوط، الدنيا مش احلى حاجه. اول حاجه نفكر فيها السن. تاني حاجه سبب اللخلخه. تالت حاجه حضرتك بتقول انها لما عملت نظفت الجير اسنانها لخلخت. لا، اسنانها بتبقى ملخلخه من الاول وبتظهر لما بتنظف الجير، لان التثبيت الكاذب اللي الجير عامله اتشال، فابتدت تشوف اللخلخه. يعني مثلا الحاله دي كده احنا عملنا لها الفك العلوي.
قفلنا الفراغات، ظبطنا المستوى، ادينا شكل حلو، المنظر توتالي اختلف خالص عن البداية. بعد شوية اشتغلنا بقى في الفك السفلي، ادينا شكل تاني مختلف تماما، قدرنا نوصل لنتيجة مرضية جدا جدا، وركبنا السنان اللي في الفك السفلي، كملنا الفكين سنان. ده ليه؟ لان انا عندي السكر اتاكدت ان هو مظبوط، العيانه ديت مفيش مشاكل تانية زي مثلا قدر الله ما بتاخدش كيماوي، الكبد والكلى كويسين، ما بتاخدش ادويه مسيله، يعني قدرنا نظبط الحاله الجنرال هيلث بتاعها مع الاسنان بتاعتها. فاحنا لما بنيجي نحكم على حاله لازم نعرف السبب، ما ينفعش ان احنا نشتغل من غير ما نبقى عارفين. لو السبب ظهر قدامنا خلاص، لو جيل يبقى خلاص. الجيل يا جماعه لازم يتشال مره كل سنه، ده اقصى حاجه. لكن الناس اللي بتسيب الجير لحد لما ياكل السنان ويفصلها من العظم، ده بيبقى خسارته كبيره. ده مش معناه ان دي رفاهيه، لا، انك تروح للدكتور كل سنه تنظف اسنانك دي مش رفاهيه، دي اساسيات. لان الناس لما تكتشف ان الجير اثر عليها بيكون الجير اوريدي فصل السنان من العظم وعمل مشاكل. في جمل كده بقعد مع حد ويقولها لي بستغرب، هل يعني هي جايه مثلا جايه مع العفش؟ الجمل دي جايه مع يعني جمل تراثيه مثلا، هذا ما وجدنا عليه، استغفر الله العظيم، هذا ما وجدنا عليه، ده استغفر الله العظيم، دي حاجه يعني فعلا جمل مثيره للاستغراب، اللي هي ايه؟ في سنه ما تعمل لها زراعه، لا ما ينفعش ازرع. ليه ما ينفعش تزرع؟ ليه؟ انا بقلق بقى. انا بسمعها برضو. لان انا عندي سكر. هنا بقى دي جمله نصها صدق ونصها كذب. احكي لي بقى. مبدئيا ما فيش حاجه اسمها عشان في حد عنده سكر ما ينفعش يزرع، بس هي نصها كذب ونصها صدق، ما ينفعش يزرع دلوقتي احيانا. بالظبط كده. يعني عارف ايه؟ ما كملش الجمله. اول حاجه نعرف السكر التراكمي كام. مبدئيا احنا محتاجين حضرتك اللي تتكلم وتفرق لنا ما بين السكر التراكمي والسكر العشوائي والسكر الحاجات دي كلها. ليه؟ لان الناس بتعتبر السكر بتاع البيت اللي هو الحقنه بتاعت البيت او اللي هو جهاز المنزلي. انا رحت النهارده حللت في الصيدليه مثلا، العيان هيجي يقول لك فلقيت السكر 70، انا فله. تمام، ازرع لي بقى دلوقتي. لا انت بتسمع بقى، ده سكري تمام. تمام، ده رقمه كام؟ لا زي الفل. لا دي مش ارقام، انا بحس بيه. ايوه على فكره بقول لكم يا جماعه، بحس بيه، انا بحس بنفسي. الكلام دوت كلام مش مظبوط. هو على فكره الكلام ده بيرفع ضغط الدكاتره يا جماعه. ارجوكم ما تقولوش، يعني في ناس والله العظيم في دكاتره كتير صحابي جالهم امراض مستعصيه بسبب الكلام اللي زي كده. لا جهاز البيت، جهاز البيت دوت وانت عمرك ما تعرف تحس بيه، بس الجو العام كده. وساعات ما انت مش هتحس، ممكن السكر يبقى عالي جدا انت مش حاسس ان السكر عالي. مظبوط. لازم نعمل السكر التراكمي علشان نروح لدكتور الاسنان، علشان هو يقرر احنا هنقدر نزرع ولا لا، وبعد قد ايه لو في مشكله كبيره معوقه. مفيش حاجه اسمها ده مريض السكر مش هيزرع، لا هو هيزرع، بس ممكن يبقى ممكن يكون في فتره كده هنستنى شويه على ما التراكمي بتاعنا ينزل للليمت المقبول ان احنا نقدر نزرع فيه. بلس التدخين. التدخين يا جماعه بقى حجمه كبير قوي، يعني بزياده. يعني دلوقتي لما واحد بيقول لي انا بدخن علبه في اليوم ببقى عايز اشكره، ايه الجمال ده؟ في ناس بتعدي 2 و3، ارقام كبيره جدا. يا لهوي، ارقام كبيره جدا. انا لدرجه بقوله انت كده مش بتتنفس، يعني انت كده قاعد طول الوقت سجاير بس. ده بيأثر لنا على انا بشوف ناس قاعده طول الوقت. يعني انا ساعات بخرج مع يعني في اماكن الاقي حد ماسك اللي هو بتاع الايكوس ده، مش عارف اسمه ايه، او السيجاره على طول. يعني احنا قاعد نقعد مثلا في معزومين على العشاء، فالعشاء بقعده ببتاع وقت طويل، طول الوقت فلانه او فلان ماسك السيجاره او ماسك الايكوس ده طول الوقت، طول الوقت طالع من ناحيته دخان. انا دلوقتي ما اقعدش مع انا بحب مع يعني انا دلوقتي بفرض على اي حد بيدخن يبعد عني بالعافيه. حضرتك هتدخن روح اقعد في اي حته بعيده، حضرتك هتدخني ما تقعديش قدامي، روح اقعدي في اي كده على طول. التدخين مشكلته اللي الناس مش فاهماها، هي متصورين ان الدخان هو اللي بيلوث الزرع. لا، هو ده مش الصح. علميا التدخين بيعمل مشكله في الاوعيه الدمويه اللي واصله للاسنان، زي بيعمل انقباض شديد فيها. بيعمل انقباض شديد فيها، فما بيوصلش كميه دم كافيه للمكان اللي انت حاطط فيه الزرعه،
فما بيوصلش دم، يعني ما بيوصلش اكسجين، يعني انت بتفقد جزء كبير من الحياه الفيتاليتي اللي واصله للزرعه. فايه اللي بيحصل؟ الزرعه ديت ما بيوصلهاش الاكسجين والغذاء بتاعها، فخلاص بتقعد في مكانها، العظم نفسه بتموت، فالجسم بيفقدها. هو العظم نفسه ما بينموش بقى، بيمسك في الزرعه خلاص، فالعظم نفسه بيضعف، فيبدا اللوزنج خلاص، الزرعه ما تلاقيش عظم. بالظبط. يبقى احنا مشكلتنا مش الدخان. ليه؟ لان لقيت ناس لما يعني ايه، هي حد فاكر ان دي فكره ذكيه، ان هو لما عمل الزرعه حط قطن على الزرعه عشان يشرب سيجاره. الله. لا، هو المشكله مش في الهواء اللي داخل خالص، ولا المشكله مش في نوع التدخين، سواء هو شيشه ولا سيجاره ولا الانواع اللي طالعه دلوقتي. لا، مش هو ده القصه. والله انا مش عارف الناس بتدخن ليه. لا، هي فيها إيه؟ نيكوتين اكتر. ايه النيكوتين؟ يعني بيعمل ايه النيكوتين ده؟ ايه اللي بيعمله السيجاره يعني؟ النيكوتين اعتقد مش مصدر ريلاكسنت. هو مهدئ. بيدي شويه هابينس. هابينس اعتقد. مع الناس بتشرب سيجاره، انت بتلاقي واحد بيشرب سيجاره وقاعد عمال عمال يزعق يتخانق وبيزعق وعشان الليمت بتاعه بيبقى 5 مينتس. ده مشهور المنظر بتاع السيجاره مع الاكتئاب، اللي هو واحد قاعد بيشرب سيجاره كده وبص في اللاوعي ومكتئب جدا. انا بكلم جد والله. لا، هي فيها حاجه اكيد طبعا. انا ما اعرفش، انا عمري ما شربت سيجاره في حياتي، وانا مستغرب الناس اللي بتشرب سجاير، بستغربهم. انا عايزهم يبطلوا. لا، اعتقد انها ستريس ريليف. انا بصي، انا من كتر ما بشوف المضاعفات بتاعه شرب السجاير دي، حاجه مرعبه، حاجه مرعبه. بقى انت بتتكلمي على الزرع، احنا بكلمك على الشريان التاجي وسكتات قلبيه وسكتات دماغيه ومشاكل. صح. في الشرايين، في مشاكل في الشرايين خطيره. بس في ناس بتوصل للادمان، مش هتبطل. لا، تبطل ليه؟ ما تبطل ليه؟ ايوه والله، بس ما اعتقدش ان هو هيصدع شويه يومين ويتعب يومين ده كده اعراض انسحاب مخدرات، مش ماشي. لا، وايه يعني ما يصدع يومين؟ ايه المشكله؟ بس بيحافظ على صحته، يعني يجمد مع نفسه. والله انا نفسي الناس تاخد هذا القرار على الاقل. عرجوهم. ان الناس تتكلم مثلا في 3-4 سيجارات في اليوم. طيب نحاول نهدي شويه. والله انا شايف انه يعني ما هي السيجارتين ثلاثه دول اللي بيجيبوا العلبه. ف انا بشوف ناس بتبقى بتكح وهي بتتكلم من كتر ما صدرها مقفول من التدخين. وتبقى سامع صوت نفسهم وتعبانين جدا، بس لا، هو هيدخن برضه. مش يعني، انا بالنسبه لي ببقى شايفه ان ده قرارات خاطئه البني ادم بيكمل عليها طول العمر. لكن بالنسبه للشغل، لا، هو احنا بنخسر كتير، لان احنا عشان نحط زراعه وتنجح لازم اهم عاملين التدخين والسكر التراكمي بتاعنا هيكون مظبوط. في عوامل تانية كتير، بس دولت الاوفيس اللي هم الكومن قوي في المجتمعات بتاعتنا. بس السكر تزرعي معاه بس لما يتظبط، يعني حاله زي كده. ده جميل بقى. ما شاء الله، احنا ما عندناش سنان خالص، لا فوق ولا تحت. هو لا، هو بيسمع الكلام جدا. والتدخين على فكره بطله مخصوص علشان الزراعه، وده شيء عظيم ان حد يقدر يبطل تدخين بعد تعود كبير. طبعا احنا عملنا الفكين، عملنا جزء وجزء، الدنيا اتغيرت توتالي. بس عايز اوضح لك حاجه، التدخين مش ان هو بس ممكن يخلي الزرعه تترفض توتالي من الجسم. يعني الزرعه لو اترفضت توتالي ده بيبقى شيء جميل جدا. في بقى انصاف حلول بتضايق الدكتور والمريض قوي، اللي هو ايه، الزرعه حصل لها اوستيو انتجريشن، يعني اتحدت مع العظم بتاع الجسم تمام التمام، بس تلتينها والتلت ما حصلوش انتجريشن. فتلاقي نفسك مش عارف تركب عليها، ولا عارف تشيلها، ولا عارف في مواقف كده بتبقى ايه، انصاف حلول بايخه. ده من التدخين. لازم، يعني انا شايفه الصح ان احنا عشان نعمل زراعه ناجحه عمرها طويل، لازم نوقف موضوع التدخين او نقلله اقصى حاجه ممكنه عشان نقدر نجيب نتائج. السكر التراكمي هو مش اوبشن، هو دوت حاجه اساسيه في الحياه، مش عشان دكتور الاسنان. لا، احنا لازم ده يتعمل مره كل سنه. يعني انا مثلا، انا من الناس اللي بحاول اظبطها على عيد ميلادي. في عيد ميلادي اروح اعمل كل التحاليل وبتاع، مجرد يعني ايه، ميعاد. في ناس مثلا تظبطها رمضان، في ناس يعني كل واحد بقى حسب الميعاد اللي ممكن يتذكره. يعني شهر رمضان من الشهور الجميله قوي للتشيك اب في كل حاجه، في السنان، في الصحه بعد الفطار. الناس بدل ما تقعد في البيت وتقعد تاكل حلويات وبتاع، تروح تصلي العشاء والتراويح وبعديها تروح للدكتور مثلا. طبعا تبقى كويسه جدا، فرصه. ان هو مش هيبقى عنده مشاوير اوريدي. في ناس في شهر رمضان تستغله انها تعمل تشيك اب كامل. طبعا النهارده عيون، بكره اسنان. مش عشان نزرع، ده اساسيات حياه. ده الطبيعي جدا. والحاجه الثالثه برضو، ان احنا لازم نستوعب ان الاشعه
المقطعيه اكثر دقه من الاشعه البانوراما والاشعات الصغيره ديت، لان احنا محتاجين البعد الثالث علشان نشوف العظم كيوبيكال كده وضعه ايه، علشان نشوف الزرع نحطها فين. فده برضو من الحاجات اللي الناس لازم تبقى عندها البيزكس بتاعت نجاح الزراعه او نجاح اي دكتور اسنان. حتى لو رايح تعمل علاج عصب، لو رايح تعمل تجميل، البيزكس الاشعه المقطعيه، علشان لو في حاجه مش موجوده انا مش شايفاها بعيني ومش ظاهره في البانوراما لازم تتعمل عشان تظهر. عندي قصه برضو شاب عنده 35 سنه عنده ازدحام في اسنانه كتير. انا عايزك تحكي لي ليه الازدحام بيحصل دي. الحته دي على فكره طول عمري عايز افهمها من عندكم، يعني ليه سنان يعني ايه ازدحام في الاسنان دي، انا عايز افهمها. طيب سؤال، يعني هل هو طبعا محرج وما بيحبش يتكلم ودايما حاطط ايده على بقه وبتاع، تقويم ينفع مع حالات زي دي 35 سنه؟ طب احكي لي بالاول ليه الازدحام ليه. بص ببساطه خالص، انت عندك الازدحام دوت ما بين ايه وايه؟ ما بين الاسنان ما بين حجم الفك. هو دوت الازدحام. يا اما حجم الفك صغير والاسنان حجمها كبير، يعني بص هقول لك مثلا حاله زي كده. ده على فكره شخص كبير في السن عنده في الناحيه اليمين المشاهد ديت عضه معكوسه، الناحيه اليمين عضه عاديه. فالوضع دوت على فكره من الاوضاع الرخمه ان انت ممكن تعالجها لانه سنه كبير، يعني ده برضو فوق ال30. طيب احنا نقدر نعمل ايه؟ احنا في اكتر من طريقه ممكن نعمل تمدد في الفك علشان يكفي السنه ديت او السنه اللي داخله عضه معكوسه علشان خاطر نطلعها لبره، وهنركب جهاز في الفك السفلي علشان اللي طالع بره ده نرجعه جوه. النتيجه مرضيه جدا. الجهاز ده اتعمل على فكره تقويم ثابت، ما خدش وقت طويل، هو خد اراوند سنه وثلاث شهور او اربع شهور. ده لو طفل هياخد اقل من كده بكتير جدا، بس ده معناه ان احنا ينفع نعمل تقويم في سن كبير، بس علشان يبقى الجمل كامله، ما يكونش يعني ايه في مفارقات في الجمل اللي انا بقولها. اللي يعمل تقويم وهو سنه كبير فوق ال30 لازم تبقى حاله اللثه كويسه، حاله العظم كويسه، حاله الاسنان كويسه. يعني ما ينفعش حد يجي يقول لك انا فوق ال30 بس عندي سكر واسناني ملخلخه واللثه فيها مشكله وي وي وي، لا كده احنا مش بنقدر نتارجت نتائج كويسه. الحاله ديت لو شفت قبل وبعد هي فرقه كتير، وفرقه كمان في ايه؟ فرقه في العضه الراسيه. انت لما بيكون عنده نص عضه معكوسه ونص عضه سليمه بيبدو ان الفك فيه ميله، وطبعا بتفرق في المضغ، بتفرق في حاجات كتيره جدا. لما بتظبطها بتلاقي العضه الراسيه ظبطت والشكل العام ظبط، طريقه المضغ، الكلام كله اتغير. بتحس فعلا انها بتجيب نتيجه. التقويم انا من الناس اللي بقول التقويم ملوش سن، بس هو محتاج حرفه اكتر او مور بروفيشناليتي لما بيكون المريض سنه اكبر. لكن الاوت اوف بروفيشناليتي ان ما يجيش المريض عنده مشاكل كتير في اللثه والعظم وسكر وي 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 واللي اعملي لي تقويم، مش هتجيب نتيجه حلوه. نورتي ضيفتك العزيزه الاستاذ الدكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه الاسبانيه وماجستير جراحات الفم والاسنان، كانت ضيفتي كالعاده المنوره في الناس حلوه. خليكم مع الناس حلوه.